مشاهدينا، السلام الله عليكم، اهلا بكم في موجز لاهم الانباء. استنكرت هيئه علماء ليبيا ما نشره بعض من اسمتهم باصحاب النفوس المريضه من ملصقات مسيئه في حق مفتي الديار الليبيه فضيله الشيخ صادق الغرياني. الهيئه في بيان لها اعتبرت ان التهم التي تلفق لفضيله المفتي هي من الزور والبهتان عليه، مضيفه ان الله امر باحترام العلماء وتوقيرهم وحذر من الاساءه اليهم، داعيه اهل الخير والفضل ان يستنكروا هذا الفعل القبيح حسب وصفهم. وأكدت الهيئة على دور العلماء في النصر على الغلاة ودعاة الفتنة ببيان أحكام الله فيما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت وصبراتة ودرنة. استنكر مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى وبشدة الحملة الآثمة التي يقوم بها البعض للنيل من علماء ليبيا الصادقين وعلى رأسهم العلامة الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا. المجلس في بيان له الأحد اعتبر مؤسسة دار الإفتاء هي إحدى المؤسسات الدينية الليبية العريقة التي تقوم بواجب بيان الحق وتوجيه الناس ومحاربة الفساد وتسعى في المصالحة المباشرة بين الليبيين. واعتبر المجلس التطاول على دار الإفتاء واستهداف رموزها بالطعن والتشكيك مؤامرة خبيثة على الثوابت الدينية والوطنية للشعب الليبي حسب نص البيان. استنكر مجلس حكماء وأعيان تجورا حملة التشويه التي وصفها بالممنهجة لتشويه علماء البلاد وعلى رأسهم مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني. جاء ذلك في بيان لحكماء وأعيان المدينة أكدوا فيه على انحيازهم لثورة فبراير ورفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي. هذا وحذر البيان من محاولات تكميم الأفواه والتعرض للمتظاهرين وخطف الناشطين لما لها من تأثير على أمن البلاد واستقرارها. استنكر المؤتمر الوطني العام ما يفعله أزلام النظام السابق من محاولة لتشويه مفتي ديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني. المؤتمر وفي بيان الله ذكر أن إلصاق الملصقات التي تهين فضيلة المفتي هي محاولة للتزوير وتضليل الرأي العام ضمن أجندة مشبوهة. وكما ذكر أيضا أن هذا الطعن يستهدف آخر حصون ثورة 17 من فبراير، وإن سكت أو سكت عنها الثوار فقد خذلوا شهداءهم. وأضاف المؤتمر أنه يدعو كافة الثوار إلى استهجان هذا التطول وكف أيدي من وصفهم بالسفهاء الذين يبغون الفساد في البلاد. وأخيرا، حيث قال مفتي ديار الليبية فضيلة الشيخ صادق الغرياني إن ما كتب مؤخرا في مسألة التدخل الأجنبي ما يدعو فيه إلى التوقف والتأمل أمران. فضيلة المفتي وفي مقال الله أوضح أن الأمران هما إغفال علاقة حكم التدخل الأجنبي الذي تبيحه الضرورة بمسألة الولاء والبراء، وأن الأمر الثاني هو تبارد الكاتبين على أن تقدير الضرورة الشرعية في مسألة الاستعانة بالأجنبي هو من الشأن السياسي وليس الفقهي. وأضاف فضيلة المفتي أن حكم الأصل في الاستعانة بالأجنبي هو المنع، مؤكدا أن مسألة الولاء والبراء لا يمكن إغفالها عند الكلام على أي تعاون أو تحالف يقع بين المسلمين وغير المسلمين. ختام الموجز، إلى اللقاء.